أثارت فتاة سعودية تدعى طرف العصيري جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين 17 سبتمبر 2018، بعد ظهور اسمها في وسم لافت عبر تويتر تحت عنوان تضامن مع طرف العصيري. تضمن مشاركات فتيات حوت مقاطع وصورا شخصية لهن دون نقاب أو حجاب. ده حساب طرف العسيري على تويتر، والصورة الرئيسية بدون نقاب أو حجاب. وتسبب الوسم في حالة واسعة من الاستقطاب الحاد في المملكة المحافظة، خاصة بعدما تسابقت فتيات سعوديات على نشر صور لوجوههن أو أجزاء منها دون حجاب الرأس أو النقاب المتداول بصفته لباسا للمرأة في المملكة. ديت واحدة تانية حاطة اللوجو، كلهم منقبات ما عدا هي بوشها ودون نقاب أو حجاب، وكاتبة: وجهي ليس بعار، وأنا لست عورة، ولا راح أغطي وجهي وكأنه دبري، ولا راح أتلفع بالسواد كأني من غربان الجاهلية، تضامن مع طرف العسير. وحتى صور ليها بدون نقاب أو حجاب. وبدأت القصة عندما ظهرت طرف العسيري في مقطع فيديو معلنة نزع نقابها، علقت عليه قائلة: عشان تعيش بسعادة قصيت شعري وشلت النقاب كل هالفترة، كنت مغطية وجهي بنقاب ليش؟ عشان عادات وتقاليد سخيفة كده أتنفس الحرية بدونه وعقبال الهجرة. ده البوست بتاع طرف العسيري: عشان تعيش بسعادة قصيت شعري وشلت النقاب كل هالفترة، كنت مغطية وجهي بنقاب ليش؟ عشان عادات وتقاليد سخيفة كده أتنفس الحرية بدونه وعقبال الهجرة. وعادت الواجهة من جديد نقاشات السعوديين عبر تويتر حول النقاب، إذ ينقسم أبناء المملكة بين مؤيد لفرض النقاب على نسائها باعتباره جزءا من تعاليم الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد، وبين من يعارض فرضه أو ربطه استنادا لتفسيرات أخرى للشريعة الإسلامية. ودخل الوسم تضامن مع طرف العسيري قائمة الترند في موقع تويتر، مع انضمام كثير من السعوديات للتعليق فيه، سواء بنشر صور وفيديوهات لهن دون نقاب أو حجاب، أو من خلال دعم تجربة الشابة والمتضامنات معها. وزاد من حدة التفاعل مع الحملة، وإن كان في اتجاه مضاد لما تدعو له، حضور كثير من المغردين من الجنسين بتغريدات مناهضة لدعوة نزع النقاب، وانتقاد صاحباتها والتشكيك بهوياتهن وأسمائهن التي يكتبن بها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو التشكيك بكونهن سعوديات على حد تعبير البعض. واحدة نهى: من الصدمة ما أدري ويش أعلق عليه، ويش هالتخلف اللي وصلنا له، كل واحدة تستعرض وجهها، المشكلة مو هنا، كلهم شينات، ليتك بس تلبسين النقاب سديتي نفسنا. وواحد تاني كاتب بتوجيه من النائب العام: الشرطة تلقي القبض على طرف عسيري بعد مجاهرتها بالمعصية بخلع الحجاب في موقع مقطع متداول. وده طلع ان هو اشاعة، وردت عليه طرف العسيري: يا جماعة ليش الهرج؟ طلعوا اشاعات عليها ان هي تقبض عليها، فحد رد عليها وقال لهم وقال لها يخففون عن نفسهم بذي الاخبار المكذوبة، جلطيهم، هاتلهم جلطة يعني. وواحدة تانية كاتبة: فيديو طرف العسيري الفاضح، صور ومقاطع فاضحة لطرف العسيري تنشرها عبر سناب شات.
وحاطة صورة بدون نقاب أو حجاب ليها، وردت عليها برضو طرف العسيري فضيحة أجل، إن هي بتفضحها يعني، فهي طرف العسيري يعني بتسخر منها. من ناحية أخرى، ألقى رجال الأمن بشرطة جدة مساء 2/10/2018 القبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو مع وافد مصري يتناولان طعام الإفطار في منطقة الاستقبال في فندق بمحافظة جدة، وهي تقول كل يا بهاء، بينما هو يقول الفطار يا جماعة. ده هنا المنقبة وهي بتفطر مع بهاء في مكان العمل. ودي وجبة الإفطار، وهي بتديله قطعة الطعام. ودشن نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مصر يفطر مع سعودية، وحقق تفاعلا كبيرا على موقع التواصل، الأمر الذي أدى لتحرك الجهات المعنية. وقالت العمل السعودية في بيان إشارة إلى الموضع والمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن عربي ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء أحد الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانيا على الموقع، وتم ضبط العامل لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين. كما تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشأة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيدا لإحالة القضية لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. وشدد المتحدث الرسمي على عدم تهاون الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعيا عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معا للرصد ومركز الاتصال 19911. من ناحية أخرى، قال محام سعودي أن عقوبة السجن لمدة 5 سنوات أو غرامة 300,000 ريال حوالي 80,000 دولار تنتظر الوافد المصري الذي ظهر أخيرا في مقطع فيديو أثناء تناوله الطعام مع امرأة منتقبة قيل أنها سعودية في حال إدانته بتهمة التحرش للتسودة. وتعليقا على المقطع الذي أطلق عليه ناشطون سعوديون بعنوان مصري يفطر مع سعودية، وقالوا إنه صور في مدينة جدة غربي المملكة، أوضح المحامي والمستشار القانوني السعودي أحمد عجب أن قيام الوافد بهذا الفعل الذي يبدي من خلاله حميمية تجاه امرأة لا تربطه بها صلة قد يندرج ضمن الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من نظام التحرش في القانون السعودي. وأضاف عجب أن فعل الوافد يحمل إيحاء ومدلولا جنسيا إن لم يكن صريحا فبشكل ضمني، مبينا أن العقوبة تغلظ هنا وتصل للسجن مدة 5 سنوات أو غرامة 300,000 لوقوعها بمكان عمل وفق صحيفة سبق السعودية. وعن تحديد المتهم بالتحرش، وأما إذا كانت المرأة هي المتحرش في حال استجابتها للوافد وفق المقطع، أشار المحامي السعودي إلى أن البادئ هو المتهم الأول، وقد تكون الاستجابة أو ردة فعل المرأة المرحبة
تأتي تحت ضغوط عملية كونه رئيسها أو مسؤولا عنها بالعمل، فجاملته. وتنص المادة الثالثة من نظام التحرش السعودي على أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى عن قيام الجهة المختصة باتخاذ الإجراء اللازم، حتى وإن كان بالفعل برضا الطرفين. يا ترى إيه رأيكم؟ اكتبوا لنا في التعليقات.